تتزين مدارسنا بالعيد بالعديد من الحلويات الشهية، من بينها الشوكولاتة اللي لها شعبية وايد كبيرة. وتقول بعض الدراسات ان الشوكولاتة ترفع من هرمون السعادة في الجسم، يعني لما تيجي تاخذ قطعة شوكولاتة انت تعطي جسمك وعقلك دفعة ايجابية. خلونا نتعرف على فوائد الشوكولاتة وكيف نقدمها لضيوفنا في العيد مع الشيف محمود افرنجية. يا هلا ومرحبا بك. مرحبا فيك يا هلا وغلا مثل ما نقول بالستوري. يا هلا بك، شو اخبارك؟ والله الحمد لله. ابى اعرف منك في البداية، هل انت من محبين الشوكولاتة ولا لا؟ انا والله الصراحة نص 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 نص. طيب كيف تاكلها انت؟ كيف تاكل الشوكولاتة؟ هل انا بصراحة انا افضل الشوكولاتة اللي بتكون يعني بتقول عنها مرة مثلا، او الشوكولاتة نسبة الكاكاو فيها عالية، يعني الدارك شوكولاتة. صح 100%، الدارك شوكولاتة بحبها صراحة اكثر من الشوكولاتة اللي فيها حليب او فيها كمية سكر عالية، بحس بتستلذ اكثر. حلو. طيب هل الشوكولاتة يعتبر من الاطباق اللي نقدمها في العيد وفي المناسبات شيء مرتب يعني ولا لا؟ طبعا الشوكولاتة يعني جزء مهم صراحة بالعيد. هلا هي مو شيء اساسي 100%، بس هي دائما احنا بالعاده مثلا عندنا لما بيروح الضيف نضيفه شوكولاته اخر شيء، ممكن نضيفه شوكولاته مع القهوه، وخاصه بالعيد تعرفي هو بالنهايه فرحه اطفال، يعني الاطفال بيحبوا الشوكولاته فعم يستنوا الوقت يعني مشان ياكلوا، يعني هي مناسبه في الاعياد. طبعا اكيد 100%. طيب هي تقدم مع الشاي ولا مع القهوه؟ انا صراحه يا جماعه مع القهوه، وقهوه بلا سكر لازم. حلو. لانه اليوم فعليا اذا هي فيها يعني كميه سكر الشوكولاته وانا فعليا اخذت مثلا نقول شاي او قهوه مع سكر، رح يصير يعني السويت اوفر. صح، ما حستلذ فيها. بين اذا اخذت قهوه شوي طعم يعني الطعم تبعها غامق او مر، وبعدين اكلت قطعه شوكولا حلوه حتطلع اطيب بكثير. طيب محمود، هي وقت تقديم الشوكليت متى يكون؟ صبح، ليل، المغرب؟ والله حسب المزاج، لما بتحس حالك مكتئب شوي. لا هذا الكلام في العيد يعني. عادي عادي، انت الحين مثلا جيت عندنا الميلس في العيد عادي اعطيك اياها الصبح؟ هلا اذا ناس جايين يعايدونا اكيد، اذا جاوا يعاودونا مثلا لنقول 12 الظهر اكيد لازم نضيفهم شوكولا، يعني ما في وقت معين لانه العيد هو عيد يعني 24 ساعة. حلو. ممكن يكون العيد من الساعة 7 الصبح، ممكن الواحد يصلي العيد يرجع مثلا ياكل مع اهله او يجي ضيوف ويضيفهم، فما بالضبط. في وقت معين بالعيد بالضبط. صراحة في ناس اصلا يعيدون الصبح، ناس يعيدون الظهر، ناس يعيدون في الليل. طيب كيف الطريقة اللي نقدم فيها الشوكولات؟ هلا انا كمحمود فرنجي الشوكولا بالعادة نحن نقدمها يعني نهاية الزيارة، لما مثلا الضيف حاب يروح نضيفه شوكولا، ممكن غير شعوب او غير مثلا بلدان او ثقافات، ممكن بالوقت اللي قاعد فيها الضيف. وهلا اخر شيء اصلا صار كثير محلات حلويات يغطسوا يعني الحلويات تبع عيد بالشوكولا، ما بعرف اذا انت شفت شيء مره. اعطيني مثال. مثال يعني عندك الاكلات المبرومه او البقلاوه، صارت البقلاوه هي نفسها بعد ما يساووها يغطسوها بالشوكولا، حتى فينا نساويها بالبيت يعني مو كثير صعبه. يعني حلو. اليوم نشتري مثلا الحلويات تبع العيد، ممكن نجيب شوكولات بار من السوبر ماركت، ننقي نوعية منيحة، بس يفضل شوكولات تكون غامقة يعني دارك شوكولات، لأنه هي أصلا الحلو بقلبه سكر. صح. وبس بنحطهم بحمام مي باردة، أوكي عفوا حمام مي ساخنة، بنحط الشوكولات متى ما دابت، بنجيب قطعة مثلا البقلاوة ومنلك نصها مثلا، ممكن نرش عليها رشة فستق، بنصفهم على صواني. فأنت هيك دمجت ما بين الحلو اللي بناكله بالعادة هو البقلاوة المبرومة وكل بشكور وهالقصص، والشوكولات معه، والشوكولات عطتها طعم كمان هيك مميز. يا سلام، صراحة طيبة كتير. يا سلام، أنت قلت عادي نسويها في البيت. إيه بتصير. بما أن عادي نسويها في البيت، أبيك تعلمني طريقة كيف ممكن نسوي شوكولات في البيت عندنا. هلأ نحن بالبيت بس وصفة سهلة مو صعبة علينا. نحن بالبيت فينا يعني نعمل إعادة تصنيع شوكولات. شوكولات ما فينا نساوي كشوكولات. كيف؟ كشوكولات بحد ذاته ما فينا نساوي، لأنه هذا بيصير بالعادة بالمصانع أو الأماكن الكبيرة. بس مثل ما قلت لك ممكن نحن نجيب الشوكولات بار الكاملين الخام، يعني حتى في اماكن اذا ما اشتريناها من السوبر ماركت من محلات الحلويات بيبيعوا الشوكولات بالكيلو، يعني تشتري انه بار. صح. كبير. هل هو فعليا بنحط مثلا نقول بوعاء وتحته طنجره مثلا فيها مي ساخنه عم تغلي، وبنحط الشوكولا بقلبها وبنستناها حتى تدوب. تمام. في شيء بالعاده بالشيفات بنسميه تمبرينج، يعني انه نحط الشوكولا على رخامه ونبرده ونوصله لدرجه حراره معينه. كل شوكولا لها درجه حراره معينه، بس تقريبا هي درجه حراره الجسم، لانه بتلاحظ احيانا في شوكولا بيطلع وشه ابيض اذا صار له وقت طويل. أوكي. هي زبده الكاكاو بتكون طلعت على الشوكولا. فممكن نساوي هذا الشيء، ممكن نحط الشوكولا اليوم اذا ما عندنا قوالب، بالقوالب تبع الثلج بنساوي فيهم ثلج. في اخر فتره طلع ترند انه نحشي الشوكولات بار بكنافه وفستق. هذا جاي لنا الحين الترند، خليه الحين ابغى كيف اصنع الشوكولات في البيت. فهو فعليا مثل ما قلت لك انه ممكن نحطه نحن بقوالب الشوكولا ونحط حشوات مختلفه بقلبه. اخر فتره صاروا يحطوا ممكن تشيز كيك، يعني فيلينج لها قلب الشوكولا. في كثير عالم بتحط مكسرات محمصه او سواء كان ممكن العجاين تبع المكسرات، ففي كذا قصه. بس هل هي مو كثير انه شغله سهله انه نساوي شوكولا بالبيت، بس اللي عنده مرأة وعنده وقت، هي بده صراحة وقت
وبدأ واحد هيك يكون هيك طيب شوف محمود رايق. عشان احنا نختصر على نفسنا وعلى المشاهدين نبي طريقه سهله بس 1 2 3 نجيب شوكليت ندوبه تمام شوكليت ندوبه بحمام مي ساخنه ننزل حرارته تقريبا درجه حراره الجسم اوكي بعدين بقى فينا نساوي لاعطيك واحده سهله ممكن نجيب اليوم نحن بستاشي او نجيب المود او اي مكسرات نحطهم على رخامه نكون دهنين الرخامه اول شيء بشويه زيت او نحطهم بصينيه نكت عليهم شوكليت حطهم بالبراد اوكي طالعهم بعدين نكسرهم بصيروا عنا قطعه شوكولا مو ضروري يكونوا منسقين 100% ممكن نغلفهم بعدين او نخليهم كاملين ممكن نجيب عصايات لولي بوب ونحط لنقول مكسرات عصايات لولي بوب ونصب عليها شوكولا ونعملهم مثل قطعه شوكولا صغيره للاولاد الصغار بس هذا بنقدر نساوي اكيد ما حدا نصنع شوكولا من الصفر يعني بالبيت انت الحين محمود بكلامك هذا ذكرتني بالترند اللي هابين عليه الناس الحين هي. اللي هو الشوكليت مع الكنافه ايه والله كلهم ساووه اللي انا ما ساويته ليش كنت مشغول بالمطعم اي كمان هذا سهل يعني انت جربته ولا ما جربته لا ما جربته والله ما أوكي. جربته بس شفته يعني هن كانوا بيعملوا شوكولا شو رايك بالترند هذا حلو ظريف حلو حلو ظريف يعني تغيير انه اليوم واحد بيغير تحس انه مناسب انه الكنافه مع الشوكليت مناسب لانه هي بالنهايه الكنافه عم تنطحن مع الفستق الحلبي ومع معجون الفستق الحلبي فبالنهايه كلهم عم بيصيروا عجينه واحده يعني مع الشوكولا وبظن كثير طيبه يعني يعني ممكن نشوف انه محمود يقدمها بيوم من الايام ولا انت مش معاه ممكن بس انا بالنسبه لي صراحه ترند مش هيك اسمه ترند لانه ما حد ضل وقت طويل طيب شو الفرق بين الشوكولاته الداكنه والبيضه هل كلهم نقدر نستخدمهم مثلا بتحضير الحلويات ولا في انواع معينه نستخدمها بس بتحضير الحلويات هلا فينا نستخدم تقريبا كلهم بتحضير الحلويات بس هلا احنا تقريبا عندنا 4 انواع شوكولاته اساسيين اللي هي الداكنه مثل ما حكيت وعندنا شوكولاته الحليب تمام وفي عندنا اليوم الشوكولاته البيضه وفي عندنا الشوكولاته المركبه طبعا هي الأسوأ شيء بانواع الشوكولات الشوكولات المركبه هي الشوكولات اللي احنا بنشوفها بالسوبر ماركت اللي مدهنها دهن اوكي هي الشوكولات لانه هي بتكون فيها نسبه الكاكاو كثير قليله نسبه زيوت مهدرجه كثير عاليه نسبه سكر كثير عاليه وفيها حليب فصراحه هي بتكون يعني أسوأ نوع من الشوكولات وهذا الشوكولات اللي بتزيد الوزن بس اتوقع انه هذه تدخل وايد في السويتات للاسف اوكي يعني بتستخدم كحشوات وكثير الاولاد بحبوها للاسف يعني انا صراحه بنصح كثير ما حدا يستخدم هذا النوع من الشوكولات لانه هذا اللي بيسمن هي الشوكولاته اللي بتسمن يعني الشوكولاته الدارك اللي بتكون 70% و90% هي الشوكولاته الاساسيه حلو بما انك قلت ان هذا النوع سيء أي. فانا حابة اعرف منك كيف اختار نوع ممتاز او جيد اني استخدمه واقدمه للناس في العيد كضيافه هلا كيف نستخدم نوع نحن يعني ظريف للعيد الضيافة اول شيء بيكون يعني المكان اللي نشتري فيه بيكون مكان سمعته منيحه تمام فعليا هو الشوكولا هي مو مثل السمك نرفع مثلا الغلاصم لنشوفها حمراء صح يعني هي بالنهايه عباره عن مكان سمعت المكان واكيد ندوق يعني انه بالنهايه انت بتروح تشتري بتدوق شوكولا انا معك بس هي. شو افضل نوع من انواع الشوكليت اللي ممكن الناس كثير يحبونه اي بشكل عام هلا اكثر الناس عم تتجه للشوكولا المحشيه حشوات جديده ما لها تقليديه بتكون محشيه مثلا تشيز كيك بتكون محشيه كنافه بتكون محشيه بستاشيو بس مثل ما قلت لك بالنهايه الشوكولاته هي بتجي من كذا مصدر ممكن تجي من سويسرا تجي من كذا مكان عرف شلون فبالنهايه نحن بدنا ندوق يعني ما في انه معايير معينه نقول ممكن تشم ريحتها اوكي طعمتها صح. اكثر من هيك يعني ما في يعني ما فيك انه تفوت بالتفاصيل كثير زين محمود شو احسن سويت تسويه يكون من ضمن الشوكولاته بعد هلا ممكن مو سويت ممكن اكل مالح استخدم فيه اكل مالح وسويت طبعا طبعا يعني لا انت لازم تشرح لي هلا مو مالح وسويت ممكن اليوم نحن البيف فيلي يكون داخل بتركيبة الصلصة تبعها ندخل كاكاو وندخل شوكولات أوكي وأنا أكلها أحس ايه بالطعم؟ ما بتحس بطعم حلاوة أنت بتحس بطعم الكاكاو بطعم ممكن المرار تبعه شوي عارف شلون بس كتير في أكلات ممكن نطبخ بالشوكولات ضمن الطبخ يعني أنا يا سلام طيب ورائعة أسأل أنا محضر لك أنا اليوم محضر لك سؤال افتراضي الله يجيرنا لا لا سؤال افتراضي حلو افتراضي أنا بخاف جماعة الافتراضي خلينا نقول إذا أنت محمود كنت عايش أيام قبل شيف قديم أيه. تمام في الزمن القديم يعني أيه. هل ممكن انك تسوي شوكولات سبايسي ممكن مع فكره كثير طيبه والله ما كان جاي ببالي لان طيب. اول ما بدا الشوكولات محمود كانوا يسوونه مع الشوكولات ويسوونه بعد مع العسل فانت كنت ممكن تسويه مع الفلفل الحار ممكن تطلع طيب انا مجربه طيبه صراحه يعني في عندك كمان اليوم وين جربتها في السوبر ماركت شوكولات بارز حلوة؟ سبايسي تنصحنا فيها يعني حتى في شوكولات عليها سولت فليكس يعني مع ملح اوكي كثير طيبه رائعه هي انا جربت كوكيز مع ملح لحتى الشوكليت مع ملح خاصه اذا كانت الغامقه يعني الطعم كثير طيب لانه انت بالنهايه الاكل هو مبني على شو مبني على كذا عنصر هن ما بين الحلاوه والملوحه والحموضه والدهن فهدول لما بيكونوا فيهم لعب هدول بيعطوا طعم كثير طيب شو محمود انا لما جربت الكوكيز كان
هو اصلا الكوكيز نفسه سويت. ايه. فرشه الملح سوت بالانس. أيوة. صار طعمه حلو، مو وايد سويت ولا مالح. يعني انت مثل كانك عم تاخذ شيء حلو بنفس اللحظه عم يعدل الطعم. بالضبط. عشان هيك بنقول لك انه الاكل نفس، الاكل هو يعني عباره عن يعني شيء انت بتحطه من نفسك بهذا الاكل مشان يطلع طيب. زين محمود، تتوقع ان هالنوع من السويت اللي فيه سولت هذا يناسب الناس اللي ما يحبون سويت وايد صح؟ هلا بيناسب الاثنين، بس انا كشخص كمحمود فرنجيه ما بروح مع الحلو الكثير جارح. يعني انا لما باكل حلو اذا طعمه كثير سويت ما بحبه صراحه. لانه ليش؟ لو انا بدي انا مثلا قطعه حلو 200 جرام بدي اكلها، لو كان كثير حلو ما حقدر اكملها، ولو كملتها حتضايق بعدين. فلازم يكون الحلو يعني معتدل مشان اقدر اكل كل الكميه. بالضبط. محمود الحين يقولون ان الشوكليت يعدل المزاج. أي. هل انت مع ولا ضد هالكلام؟ والله انا مع وعن تجربه. عن تجربه انت يعني انت لما يكون مودك تعبان تاخذ شوكليت؟ لا مو انا. بشتري شوكليت لمرتي. تعدل مودها. بعدل مود مرتي فهي بتعدل لي مودي بعدين. حلو. فانت عشان تعدل مودك. أيوة. تعدل مود بجيب لها الشوكولاته لها، هي بتعدل مود انا بتعدل مود تبعي طبعا. يعني صدق محمود صدق الشوكليت يعدل مود؟ اي صح. ليش؟ شوكليت هوت شوكليت في عندك لما بياخذ واحد شوكولاته في عندك بيزيد انتاج الاندروفين بالجسم، عرفت شلون؟ بيعدل المزاج. وشغله ثانيه الشوكولاته كثير يعني مفيده للجسم، في كثير فوائد يعني عندك من البشره، فيها مضادات اكسده، معادن بشكل كثير كبير يعني نحاس، مغنيسيوم، حتى فوسفور فيها كثير قصص يعني. وشغله ثانيه انه كمان نفس الوقت قديش هي مفيده كمان كثرتها صراحه بتضر. جاي اسالك سؤال هنا. أيه. محمود الحين في ناس تاكل شوكليت وايد. أيه. تمام، فايش اكثر نوع من الشوكليت يعني مضره خفيفه شويه من انواع الشوكليت المدمنه؟ نرجع نفس الشيء، الشوكولا اللي بحبها الشوكولا الدارك. الدارك فيه اقل بيكون اقل ضرر. اكيد لانه هي لك لانه هي اكثر وحده ناتشرال بيناتهم، يعني الباقيين بيكون فيهم داخل سكر بنسبه كبيره. يعني مثلا هي الشوكولا قلت لك عليها الدهن، يعني نسبه الكاكاو للسكر ممكن السكر يكون 10 اضعاف الكاكاو، ممكن يكون ضعف واحد. فانت عم تحكي كانك عم تاكل سكر فعليا وزيوت، فانت جدا هي مضره. بس تكون دارك هي صراحه يعني ممكن العالم ما تستصيغها كثير، بالنسبه لي اطيب. الدارك هي صراحه اقل ضرر. حلو. واكثر افاده لانه انت عم تاخذ نسبه كاكاو اعلى بالدارك. طب ابغى اعرف منك ايش تحضيرات محمود للعيد؟ شو محضر لنا؟ والله انا بالتحضيرات ما بدخل بالشوكولا، بدخل بورق العنب بالخواريف. يعني ما جهزت شوكليت للعيد؟ لا بشتري جاهز طبعا، يعني اكيد. أوكي. اكيد رح بنجيب حلو العيد اللي هو عباره عن يعني بقلاوه، وبنجيب الاكلات اللي بنجيبها بالعيد بالعاده، والموالح طبعا المكسرات، لانه دائما بيكون في عندنا شوكولا وفي عندنا موالح. صح. لانه بيحلى تم الواحد كثير. صح. وبس هيك، واكيد يعني بالعيد نحن عندنا موسم بالشغل بالمطعم اكيد بيكون اغلب الوقت، وبس هيك يعني. شيف محمود فرنجيه كل عام وانت بخير، والله يعود عليك خير. بصحه وسلامه يا ربي. تسلم. وشكرا على المعلومات القيمه اللي انت اعطيتنا اياها. تسلم. تسلم. انا كثير انبسطت صراحه انه موجود معكم على قناه الفجيره، وبنفس الوقت موجود معك استاذ اديب وهالبرنامج الحلو. وشكرا كثير لكم، ان شاء الله كل سنه انتم سالمين يا رب، وكل ايامكم عيد وفرح يا رب.